نشرت وكالات عالمية متخصصة بالطقس مشاهد وصفتها بالظاهرة الغريبة والنادرة سجلت في الصحراء الجزائرية، ولم تتكرر سوى 3 مرات فقط خلال 42 عاما الماضية. وتظهر المشاهد الخطوط الثلجية على حواف الكثبان الرملية الصغيرة ما شكل مشهدا بديعا وفريدا. التفاصيل أصدقاء الصفحة نتاعي اللي ما يقدروش يتنقلوا المكان، ها هو المكان من العين الصفراء.